أيها الرب ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، الذي بعد أن تمم الفداء وأجر الخلاص بسفك دمه على الصليب من أجلنا، قام من بين الأموات في اليوم الثالث ناقضا أوجاع الموت، فإنه ما كان يمكن للموت أن يمسكه. حينئذ تم قول الكتاب: لقد ابتلع الموت في الغالبة، فأين غلبتك أيها الموت؟ وأين شوكتك؟ أيها الجحيم، كيريا ليسون، كيريا ليسون، يا رب رحام. لم يقف على قبرك يا مخلصي أحد ليقيمك من الموت، كما وقفت بعظمتك على قبر لعازر، وإنما قمت يا سيدي بسلطان لاهوتك، فأنت الحي الذي ذاق الموت بالجسد، وها أنت الحي إلى أبد الآباد. كيريا ليسون، كيريا ليسون، يا رب رحام. لقد نزلت يا مخلصي إلى الجحيم، واقتحمت أبوابه النحاس ومتاريسه الحديد، وأشرقت بنورك على الجالسين في الظلمة وظلال الموت، وأطلقت سراح المحبوسين فيه، وعتقت المحكوم عليهم بالأسر والعبودية، سبيت سبيان وأعطيت الأتقياء كرامات، ونقلت أبان آدم وبنيه إلى الفردوس، هؤلاء الذين سبق الروح القدس فناداهم قائلان: إلى العتق يا أسر الرجاء من الجب الذي ليس فيه ماء. لقد اشتهى إبراهيم أبو الأنبياء متهللا أن يرى يومك يوم الخلاص والفداء، فلما نزلت يا مخلصي إلى العالم السفلي الذي كانت أرواح الموتى سجينة فيه، ابتهجا وفرحا مع جميع الذين كانوا قد نظروا المواعيد وحيوها عن بعد فرحا لا ينطق به ومجيدا. فكان يوم هذا اللقاء هو سبت الفرح لهم وسبت النور، إذ أنت النور الحقيقي، نور من نور، ومسكنه نور.
اقتربوا منه كيريا ليسون يا رب رحام. بموتك يا سيدي على الصليب أعلنت الطبيعة مجدك، فالأرض تزلزلت والصخور تشققت والقبور تفتحت، وقام كثير من أجساد القديسين الراقدين وخرجوا من القبور بعد قيامتك، ودخلوا المدينة المقدسة وظهروا لكثيرين معلنين فرحهم بالإفراج الذي طلبوه فنالوه، وأنه ليس لأحد بغيرك. الخلاص كيريا ليسون كيريا ليسون يا رب رحام. ميخائيل رئيس الملائكة نزل من السماء ودحرج الحجر عن باب القبر وجلس عليه، وبشر النسوة حاملات الطيب قائلان: المسيح قام من الأموات، بالموت داس الموت وأنعم على الذين في القبور بالحياة. كيريا ليسون كيريا ليسون يا رب رحام. لقد أظهرت يا مخلصي قيامتك لكثيرين، ظهرت أولا لمريم المجدلية وأمرتها قائلا: اذهبي إلى إخوتي وقولي لهم إنني سأسبقكم إلى الجليل، هناك يرونني. وظهرت لمريم أم يعقوب، وظهرت لتلاميذك مجتمعين ولم يكن معهم توما، وظهرت لهم ومعهم توما، وظهرت لتلميذي عمواس لوقا وكليوباس ولسمعان بطرس ولسبعة من تلاميذك على بحر طبرية، وظهرت أيضا ليعقوب، وظهرت لأكثر من 500 من التلاميذ والمؤمنين تأكيدا لحقيقة قيامتك. آه 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 آه
كيريا ليسون كيريا ليسون يا رب رحام. وعندما شك تلميذك ما في حقيقة قيامتك وقال إن لم أبصر في يديه أثر المسامير وأضع في موضع المسامير إصبعي وأضع يدي في جنبه لا أؤمن. ظهرت لهم في اليوم الثامن لقيامتك وقلت لتوما هات إصبعك إلى هنا وأبصر يدي وهات يدك وضعها في جنبي ولا تكن غير مؤمن بل مؤمنا. عندئذ تقدم توما ولمس بإصبعه أثر المسامير في يديك ووضع يده في جنبك الإلهي فلمس بيده نار لاهوتك وتبين أنك بالحقيقة نار آكلة. فصرخ لوقته وقال ربي وإلهي. فسمع القضية الحقيقية لأنك رأيتني يا توما آمنت. طوبى للذين لم يروا وآمنوا. كيريا ليسو يا رب رحام. لقد قمت يا مخلصي بذات الجسد الذي صلبوه وعندما دخلت على تلاميذك والأبواب مغلقة وظنوك روحا قلت لهم ما بالكم مضطربين ولماذا تثور شكوك في قلوبكم. انظر إلى يدي وإلى قدمي إني أنا هو بنفسي جسوني وتحققوا فإنه ليس للروح لحم ولا عظام كما ترون لي. ثم أريتهم يديك وقدميك فاستولى عليهم ذهول شديد وفرح عظيم. ونفخت في وجوه تلاميذك القديسين ورسلك الأطهار قائلاً اقبلوا الروح القدوس من غفرتم لهم خطاياهم غفرت لهم
ومن أمسكتموها عليه أمسكا. كيريه ليسون، كيريه ليسون يا رب رحام. لهذا نسألك يا سيدنا، طهر أرواحنا وأجسادنا لنعرف القوة التي تجلت في قيامتك، ونشارك في آلامك، ونتشبه بك في موتك، على رجاء قيامتنا، على قياس قيامتك المجيدة، ونتأهل للتناول من أسرارك المحيية، ولكي نجسر بقلب طاهر وضمير صالح وإيمان بلا رياء ومحبة كاملة، أن نصرخ أيها الآب السماوي ونقول: أبانا الذي في السماوات.